سمير وهو قاعد مع سميرة بيتكلموا مع بعض، وبعدين دخل لهم ضيف من الضيوف، والضيف قاعد فقال لهم أنا مش غريب، ممكن نقعد في الليفينج يعني. وهم قاعدين كده في غرفة المعيشة بيتفرجوا على التلفزيون. سمير بيكلم الضيف، بس الضيف باصص في التلفزيون، ومرة يبص في السقف ومرة يبص على الشباك. وسمير لقى نفسه كأنه بيكلم نفسه، فيعيد شوية في الكلام، والراجل يقول له لا لا اتفضل أنا سامعك، اتفضل اتفضل. بعد ما نزل الضيف، سميرة بتقول له أنا شايفة أنك مرتحتش. فقال لها مش لدرجة مرتحتش، بس أنا حسيت أن أنا بكلم نفسي، وبالتالي سكت في الآخر. والراجل لما لقاني سكت قام نزل. قالت له أنا كمان النهاردة لاحظت يعني إيه الشخصية المحبوبة والمحبة. الشخص اللي بيكلمك وهو باصص في عينيك، الشخص اللي هو بيكلمك كلماتك لغة جسده تعبر باستقبالها، بتكلمه على حاجة مفرحة تلاقيه ابتسم وفرح معاك، تكلمه على موقف متضايق تلاقيه كشر وكأن الموقف حصل له. لغة الجسد بتاعته معبرة، بيسمعك بكل حواسه، بيفهمك، طول الوقت باصص في عينيك، بيحترمك، بيقدرك. الشخص المحبوب هو شخص لغة الجسد بتاعته تظهر صدق مشاعره وتظهر صدق اهتمامه، وتحسسني ان انا بكلم واحد سمعني مش بكلم الحيط. مش كده ولا ايه؟